مشكلة أخيرة، مشكلة الفتاة اتهمت الشيخ بالتحرش، تقول لها ايه نصيحة او؟ لا انا ما اعرفهاش والله. طب حتى لو موقع النصيحة تقول لها ايه؟ لا يعني اذا كانك يعني صادقة فيما تقولين فلما انتظرت كل هذه السنين منذ 2016، البوست اللي انت كتبتها من 2016، ليه استنيتي 10 سنين او 8 سنين عشان تقول الحقيقة؟ هل ايه اللي كان مسكتك؟ ده كذب وافتراء، واحنا قلنا ان ده صحي، امر صحي يعني. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه في سيدة عائشة رضي الله عنها ورموها بالزبدة، وبرأها الله سبحانه وتعالى. فكل زمان فيه منافقون يتهمون الأولياء والعلماء والأنبياء، واليهود اتهموا سيدنا موسى لما هو ما كانش راضي يغتسل معاهم، كانوا يغتسلوا عرايا قدام من بعضهم يشوفوا عرب بعضهم. سيدنا موسى كان يستحي، ولكن ولذلك ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وهذا أمر صحي يعني، احنا مش زعلانين ولا حاجة، احنا بس يعني الموضوع ده هيعدي والشيخ هينتصر ان شاء الله وما فيش اي حاجة، وده أمر عادي يعني. حضرتك شايف عدم سبب انتشار الطريقة التنجانية في مصر ده سببها ايه؟ عشان مش حاجة، لان هي احدث من كل الطرق، كل هذه الطرق يعني كانت اقدم من الطريقة التجانية. هذه الطريقة التجانية هي خاتمة لكل الطرق، وكان يجب على كل الناس ان هم يتبعوا الطريقة التجانية، ولكن لان سيدي احمد تجاني هو خاتم الاولياء، وشهد بذلك كثير من الاولياء وفي عصر انه خاتم الولاية. طيب احنا ما نجزمش او ما نقدرش ان احنا نكفر حد، ولكن خرجت تصريحات في من المملكه العربيه للسعوديه في الفتره الاخيره بتقول ان الطريقه التجانيه غير صحيحه و لا تتبع. وانا جيت لما اسالك لما قلت انت لا، احنا مش هناخد علمنا من المملكه العربيه السعوديه، هم اللي بيجوا يتعلموا عندنا، مش احنا اللي نتعلم من طلب. هم ايه اللي هم عايزينه؟ عندنا الازهر الشريف هو المنوط بمثل هذه الاشياء والافتاء، اما المملكه هم حرين في عرب. طيب السؤال الأخير، يعني الطريقة التجانية هل هي يعني جزء من الصوفية ولا طريقة منفصلة؟ لا، هي طريقة صوفية مثل كل الطرق. ليه الصوفية اللي تبرأت منكم؟ الصوفية اللي تبرأت من لا ما تبرأتش، هو الشيخ كان عايز يعمل الصلاحية التجانية تابعة، فهم رفضوا، قالوا لا أنت تبع الطريقة التجانية ما مستقلة يعني بذاتها. كان عايز سيدنا يعمل لا اوراده هو، كان لان هم يعني لما هم ما ادوش لسيدنا ان هو يمسك الطريقه بعد سيد محمد الحافظ رضي الله عنه، فطبعا حصلت عداوه ما بينهم، لان هم يعني عادوا الشيخ واستخدموا كل هذه الاشياء عشان خاطر يطلعوا اشياء غير حقيقيه في الشيخ. طيب ايه اللي بتتابعونه في الزاويه او في الطريقه؟ ده مش مختلف، زيها زي اي طريق. شكرا.